تحتفل اليوم الجمعية المغربية لاتحاد النساء المغرب باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 من دجنبير من كل سنة، وإذ تعبر عن امتنانها للاتحاد بما يقدمه للمرأة المغربية خاصة والمرأة العالمية بالحقوق والواجبات التي تتمكن منها لجعلها مواطنة مفيدة للمغرب ككل. أنا جيت بنفسيتي محطمة، كانت محطمة بزاف وما عنديش ثقة في راسي، كنت فاقدة الأمل في كل شيء، في بزاف الحوايج، وعندي دو زانفو تما فاقدة فقدت بزاف واحد الامل، خيبه امل كانت عندي قويه بزاف. ملي جيت لهاد الجمعيه التجأت للاطباء النفسانيين، هضرت معاهم، دوزت جوج حصص ثلاثه الحصص، رجعت الثقه في روحي، ثقت في راسي، ثقت في نفسي، حتى العلاقه بيني وبين الاطفال ديالي رجعتها كيف ما كانت، حيت بقوه الضغط النفسي اللي كان عليا ولا ما عنديش الخاطر الابناء ديالي، غير بنتي غنجي عندي غندور فيها بقوه ما انا مضغوطه. من بعد ملي جيت هنا ولت حصص نفسيه بزاف، ولا عندي داك الخاطر اللي فقدته قبل ولا عندي، وليت عندي الخاطر مع وليداتي، وتا اني رجعت ثقت في نفسي اني قادره نعطي بزاف الحوايج واني قادره نوصل، واخا باقا يلا بديت درجه، هادي درجه بدايه صغيره. قدموا لي ان نجي ان ندير مربيه، التجأت درت المربيه رغم ان عندي بيبي صغير. بيبي صغير ما يمكنلكش انك تقريبي، ما يمكنلكش انك تخليه حتى في الدار، ما يمكنلكش تخليه حيت باقي متعلق بك. هذه الجمعيه هي الوحيده اللي التجأتني انا وحضناتني انا وداك البيبي، يعني دارت معايا التسهيلات باش اني نجي انا وداك البيبي ديالي ونقرا ونبدل الجو ونثيق في راسي ونقدر اني يكون الدبلوم ديالي، ندير الدبلوم ديالي كبدايه مشوار اخر. عندي احلام واهداف اخرى كبيره ان شاء الله كنتمنى نحققهم، واخا باقي ما ديك شويه الثقه باقي ما كايناش، ولكن ان شاء الله كنتمنى ربي يسهل ليا وييسر ليا في كاع الاحلام ديالو. انا كمستفيده من مؤسسه الاتحاد، صراحه فاش جيت لهاد المؤسسه هذه ما ندمتش عليها بكل صراحه، لحقاش لقيت فيها راحتي، وكل كل كل ما داكشي اللي كنت كنحلم به بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل كيرجع الاستاذه باتول، هي اول ما جيت وتلاقيت مع رحبت بيا بصدر رحب، وصراحة واخا نشكر تانعيا ما غاديش نشكر وما غنعطيهاش حقها صراحة، تبارك الله عليها، واحد السيدة اللي عظيمة ما شاء الله، وحتى البنات حتى هما في هذه المؤسسة واحد الدور عندهم كبير كبير بزاف، وكنشكر الأخصائيات حتى همايا كل وحدة بسميتها، والاصدقاء ديالي اللي معايا في المؤسسه. انا جيت عدم ديوما، حقرني الراجل من 72 وانا مجوجه بيه، كبرنا الاولاد، خدمت معاه 19 عام نخدم معاه في القهوه، ودعاني على التعدد، رفضوا لي التعدد، مشى دعاني بغى يطلقني، جيت عند الاستاذه الباتول قالت لي سيري ديري 12 شهاد بما كنتي خدامه معاه، ناض لوسي جمع لي 12 شاهد شهدوا لي دوزتها في المحكمه، شهد عليه القاضي ب 20 مليون وحطوا المراه ما حطاش، دابا انا باركه في داري. فجيت دخلت الجمعيه كنت يعني كنت ماشي ما حاسش براسي انسان، ولكن مني جلست معايا استاذه باتول وسمعت ليا عطاتني من وقتها، سمعت ليا عاوناتني ورجعت لي الضحكه، رجعت لي الضحكه بشويه، بقات معايا بشويه حتى رجعت لي الضحكه. دابا الحمد لله دخلتني، انا خرجت من القرايه، ما كانتش عندي الرغبه في القرايه، خرجت من القرايه كنت ما كنتش جايه انا باغي ندير شي حاجه، كنت جايه معولا ندير حاجه اخرى، ولكن شافت هذيك الحاجه الاخرى ما عجبتهاش، قالت لي انا غنديك البلاصه اللي غترتاحي فيها. دخلتني للشعبه ديال المربيه، يعني ملي دخلت للشعبه ديال المربيه وجلست مع الدراري ارتحيت كثر، وعشت دابا
خط الطفوله ديالي انا ما عايشاش ما عقلاش عليها، دابا كنعيش الطفوله ديالي مع الدراري الصغار وبخير الحمد لله، وكنشكر الجمعيه كامله وكنشكر الاخصائيه ديالي، ما كنعتبرهاش اخصائيه كنعتبرها اختي يعني كتسمعي ليا وكتعطيني النصائح وكتوجهني الغداء اشنو كاين، يعني كنشكرها بزاف وكنشكر الجمعيه كامله، كنشكر الجمعيه كامله من الاول حتى الاخر ما نقصت حتى شي واحد، وكنشكر الاستاذه فيلالي مني كتجي كتجلس معنا كتسمع لينا وكتشوف الا كنا دايرين غادي نمشي غلط كتقولي لنا لا هذاك الاتجاه اللي غاديين فيه غلط، وكتعطينا النصائح ديالها وكناخذوها بعين الاعتبار.